اوكي، مرحبا. صرنا في القسم في فصل 16، وراح نبلش بالقسم 16.1. عم نحكي هون، عم نقرا انه بقول لك بالفصل الماضي على اللي بيحكي كان عن المونويدز. نحن شفنا شو بيعني، شو معنات انه الواحد يحكي عن يعني تعبير جبري. اوكي، ونحول هالتعبير الجبري الى مجموعة نوع، لتايب كلاس. فهذا الفصل والفصلين الذي يليه، اوكي، الاولاني على الابليكاتيف والثاني على المناد، راح يكونوا على مواضيع مشابهه. كل واحده من هدول الانواع الجبريه بيكون اقوى من اللي قبله، اوكي. لكن المفهوم العام هون بضل نفس الشيء. نحن بنعمل تجريد للنمط الشائع، اوكي، ومنكون متأكدين انه هو بيفضل يعني بيمشي بنفس او بيمشي ببعض القوانين، وبنعطيها اسم كتير حلو، اوكي، هو اسم مميز. وبعدين شو اسمه، بنستعجب كيف او بنفكر كيف نحن يعني نتعجب كيف احنا عشنا بلاها، اوكي. فالمونادز هن نوع من السرقة، او نوع، او هو الشيء اللي يعني الشيء اللي هو بيعمل خطف الاضواء في هاسكل، اوكي، يعني كيف خطف الاضواء في المسرح تبع هاسكل، اوكي. لكن انت فيك تعمل في اكثر، فيك تعمل اكثر في الفانكتور والابليكاتيف اكثر مما الناس تتصور، اوكي. فانت او كمان فهم الفانكتور والابليكاتيف هو مهم حتى للفهم المعمق للمناد، اوكي. طيب، هذا الفصل هو عن الفانكتور، والفانكتور هو يعني كله عن عن نمط، اوكي، بتعلق ب يعني تجيب انك بنية معينة وتعمل مابينج عليها، تمام، تعمل نوع من الربط عليها. نحن شفنا فانكشن الاف ماب سابقا في درس الاستات فوق، اوكي، هون في الفصل عن الاستات، طبعا فصل الاستات فصل التاسع، عشان اذا ترجع. ولاحظنا انه هي بتشتغل نفس الشيء مثل الماب، فانكشن الماب. ونحن كمان قلنا سابقا، اوكي، وقتها يعني انه الفرق انه انت فيك تستعمل اف ماب مع بنى الداتا، بنى الهياكل، بيانات معينة اللي هن ما مش بالضرورة يكونوا الستات، اوكي، يعني مش اجبار تستعمل المابينج بس على الستات، ممكن تعمل مابينج على شيء ثاني، تمام، بستعمل اف ماب. فالماب هي بس للستات، الاف ماب لكل كل الانواع، تمام. هلا نحن راح نبدا نشوف شو هذا بيعني، انه كيف يعني بتعمل مابينج على على بنى غير الستات، اوكي. انت شو الاف ماب، يعني بتجيب المابينج بالاساس، بتجيب انت مثلا بتقول بدك تضرب كل عنصر بعناصر الستات باثنين. هلا هذا هو المابينج، اوكي، انك كل عنصر عم تربطه بفانكشن، اوكي. طيب، فبقول لك عالم المنطق رودولف كارناب بيظهر انه هو الاول في استعمال كلمة فانكتور في سنة 1930، اوكي، او بالثلاثينات، 1930ات، اوكي. هو اخترع كلمة الفانكتور، اوكي، هاي حتى يوصف بعض الكلمات ذات المهام النحوية، اوكي، والعمليات المنطقية، اوكي، على الجمل واشباه الجمل، اوكي. فالفانكتورز هن كومبينيتورز. هلا بيناتنا انا شباب ما عندي كلمة بالعربي اولى لهي الكلمة، فبس اعرفوا انه بقول فانكتور خلصنا، تمام. فالفانكتورز هن كومبينيتورز، هن مجمعات بجمعوا شغلات مع بعض، اوكي.
وهن بياخذوا جملة أو شبه جملة اللي بتكون إدخال، وبولدوا جملة أو شبه جملة اللي هي بتكون إخراج، مع بعض العمليات المنطقية مطبقة على الكل. أوكي، مثلا النيجيشن هو فانكتور، هو يعني إذا بتستعمل مثلا النفي نفسه النيجيشن، أوكي، هو فانكتور بهذه الحالة، لأنه لما النيجيشن أو النفي بيكون مطبق على الجملة أو اسم الجملة، افترض اسمها A، هي بتولد الجملة المنفية، أوكي، أو الجملة اللي فيها حالة النفي اللي هي هي ناقص A. هلا هي مش ناقص، هون في عندك شرطة ميل هيك تحت في قلب تمام، بس عشان أفرجيكم، شوفي في إلى هون تحت، تمام، إلى دلة صغيرة هيك، سن صغير، تمام. أوكي، وهي أو شو اسمه بتكون هي النتيجة، يعني بالنسبة يعني بس تدخل أنت ناقص شغلة خلص طلع لك جملة جديدة، هي الجملة المنفية، أوكي، كإدخال كإخراج كنتيجة. فهي يعني بتعمل ليفتنج، بتعمل زي الشقل هيك، بترفع، اوكي، زي بتصعد، اوكي، بتحمل، اذا تكون حسب كيف تكون تقولوها، بس من نوع من كأنه احد عم بي جايب شغلة وحاطها بسطل وبرفعها هيك بهالطريقة، فهذا هو الليفتنج، اوكي. فهي بترفع المفهوم تبع النيجيشن على شامل الجملة، اوكي، او الجملة بأكملها او شبه الجملة بأكملها، اوكي، ومش بس الجملة بأكملها، على البنية تبعتها كمان، اوكي، بدون تغيير البنية الداخلية تبعتها، اوكي. اكيد في اللغة الإنجليزية يعني كلمة النفي، أوكي، عادة بتظهر داخل الجملة، أوكي، مش خارجها. لكن هو الزلمة رودولف كارناب كان زلمة بيشتغل في المنطق، أوكي، بعلم المنطق، كان مش هامه كيف الناس طلعت هيك كلمات، أوكي، في الجمل المحكية، أوكي. بعلم المنطق عامل النفي، عامل النفي هو مكتوب ك prefix، مثل فوق، يعني كيف احنا هون عندنا صاير الناقص هاي، تمام، هاي الحرف هذا بيكون هو prefix مسبق مصبق على ال A، اوكي، عشان تقول الناقص A، يعني ال A، عرفت كيف؟ فبهذا الفصل رح نحكي عن أول شيء الترجيع تبع الأنواع، الأنواع، أوكي، الـ higher kinded functions، أوكي، بتعرفوا لما نحكي عن kind عم تحكي عن نوع النوع، تمام؟ فالترجيع تبع الـ higher kinded functions، تمام؟ higher kinded types، عفوا، higher kinded types، أوكي، يعني أنواع ذات الدرجة الأعلى، أوكي، أو أنواع ذات الدرجة الأعلى بالأحرى، هي أنواع الدرجة الأعلى، أوكي، يعني في تركيب من النوع عند النوع، أوكي. بعدين الـ F maps، يعني كل الـ F maps بشكل عام، أوكي، مش بس على الستات، تمام. وبعدين بنحكي عن انه عن شو اسمه هيك، اي اشياء تخبيصيه بيعملوها هذا تبعون علم المنطق هو بالنسبه له، اوكي، فبنبعد عنها شوي كمان. كمان الكلمات عن مجموعات النوع، وال شو اسمه وصنوف المنشآت، اوكي، constructor classes، تمام.
ونعمل شويتك ألعاب بالكلام، لعب بالكلام بناء على موسيقى جورج كلينتون. أوكي، من المحتمل ألعب شو. طيب فإذن هذا هو الفصل تبعنا كله عن الفانكتورز وتعريف الفانكتورز. تمام، فمنشوفكم على الحصة اللي بعدها. أوكي، رجعنا اشتراك بالقناة وأخبار رفعتكم عن هاي السلسلة. سلام.